من الوقت هذا كان يمكن في 48 ساعه يمكن رقدت 4-5 سوايع من الفرحه. تعرف كيف فما بوسيبيليتي انه احمد معناه ينتجريني معاه في الشركه اللي يخدم فيها. حق يا ربي هما معناه اول كلمه سمعتها منه كون اخويا تعمل عربي ويجاري بلاستيك موجود. اليوم انا نخدم في الشركه اللي يخدم فيها احمد الفضل يرجع الرب سبحانه والأحمد سموت معاه في الكاميون. أنا نشوف في روحي اليوم أنا وين بديت الحلم نتاعي. نجم تقدم على الليسانس يعطوك ليسانس يلا هنا تتسمى نتاع التاكسي. نجم تكري الليسانس ما عند جماعة اللي هم تاع الكوربوراسيون. يا سيدي قلنا السلام عليكم. في الفيديو نتاع اليوم باش نعرفكم على زميل جديد موجود معايا حاليا في الكاميون. زميل هذايا باش يحكي لكم كيفاش بدات القصه نتاعو مع سياقه الشاحنات وكيفاش بدا وكيفاش عمل البرمي وين يخدم وين موجود والتفاصيل كل كي تلقاوه في الفيديو هذايا. نرحبوا بخويا شهير. خويا سيدي السلام عليكم. خويا احمد وعليكم السلام. اليوم معكم شهير من تونس. عندي 6 سنين نعيش في بولونيا. بدا الغرام من البلاد. الواحد كان يشوف الناس الكبار اللي تسوق عنا في الكمين. وقت هذاك الواحد يقرا وعنده الانترنت وكذا بدا يتفرج في فيديوهات يشوف الشوفرة في اوروبا الوقت هذاك كذا. بعد سهل ربي الواحد وخرج لاوروبا وكذا. من الاول كانت صعيبه مي الواحد كي زاد راهو يسعى ويحلم ويجري وراء احلامه راهو ينجم يحقق اي حاجه واحد يحب يوصل لها. معناها انا جيت لهنا تعبت شويه من الاول بعد جبت البرميات نتاعي كذا بدلتهم برمي خديته في تونس ومن بعد جيت بدلته لهنا في بولندا. انت في بولندا شنو تخدم قبل ما انا في بولندا نخدم شوفير تاكسي معناها نخدم في تاكسي نورمال ماهيش اوبر ماهيش بولت في العاصمه البولنديه في العاصمه البولنديه وارسو. باي شهير احكي لنا اخويا القصه نتاعك قصه شهير والكمين كيفاش من سائق تاكسي اليوم وليت سائق شاحنه كيفاش شنو اللي صار وشو اللي تعدى عليك. احكي لنا بالضبط معناها كيفاش الباساسيون صارت معناها في جاتك الفكره من سائق تاكسي باش تولي سائق شاحنه. هو بطبيعه الدومين هذا لازم يكون فيه واحد مغروم معناها لازم يكون يحب خاطر هي ماهيش حكايه معناها سالير ولا فلوس هكاهو خاطر فما دي لون تراجي لازمك تكون معناها بري لاي موضوع لازمك تخمم اللي انت ديما بعيد وكذا معناها لازم تكون مغروم باش تطلع ولا الفولون وتمشي دي لون تراجي وكذا. فهمتني الوقت هذاك انا معناها ما لقيتش الانفورماسيون ماهي سهله تلقى الانفورماسيون مع عند واحد مثلا تونسي كيفك كيفو. بالصدفة نلقى أحمد سمود اللي هو زاد يعيش في بولونيا ولقيت تصاور وكذا والبروفيل نتاعو كونتاكتيتو هو اللي شجعني على الموضوع معناها خلي راه ما فيه شيء بحكم فما اوبستاكل نتاع لغة معناها باش نبدو فاهمين الناس الكل خاطر لهنا مثلا لازمك تعدي باللغة نتاع البلاد هذيك اللي أنت تعيش فيها اللي عندك فيها إقامة. حق يا ربي دورت الموضوع في راسي منا حتى اللي سهل ربي وبديت معناها في الموضوع هذايا وبديت في الفورماسيون نتاعي. ومام طو معناها قعدت انا واحمد اون كونتاكت معناها ديما نسال وكذا حتى اللي معناها حكينا في موضوع الخدمه اسكو انا كي سهل ربي معناها وناخذ الفيمو ان شاء الله ونبدل البرمي نتاعي ونجيب الكارت شوفير نتاعي اسكو فما بوسيبيليتي انه احمد معناها ينتجريني معاه في الشركه اللي يخدم فيها بحكم معناها هو عنده ريبيتيسيون باهيه في الشركه وكذا. حق يا ربي هما معناها اول كلمه سمعتها منه كون اخويا تعمل عربي ويجاري بلاستيك موجوده معناها وهكاك كان الموضوع معناها اما راهو كل شيء زاد في اطار القانون. واليوم انت فين تخدم؟ اليوم انا نخدم في الشركه اللي يخدم فيها احمد. مع شكون؟ الفضل يرجع ربي سبحانه والاحمد سموت معاه في الكاميون اللي كنت نتفرج فيه في الفيديوهات واللي جادجيت هذوكم الكل والتصاور والموسيقى واحمد سموت بيدو معناه. اليوم انا معاه في الكاميون نبيتو في كاميون واحد ناكلو في صحن واحد نشربو قهوه مع بعضنا وخيان هو بروفيسيونيل. انا معناه نخزر له كإيدول معناها خاطر واحد بالرسمي يفرح كتونسي كيشوف واحد تونسي كيف وزادة معناها ما شاء الله سائق محترف. إن شاء الله الواحد يكون بداية سائق محترف كما أخونا أحمد. أنا نتصور روحي كونه زادة ربي سبحانه اليوم حطني مع إنسان نجم معناها أنا نقدم معاه نجم نوصل زادة كما معناها للنيفو اللي فيه هو كشوفير بروفيسيونيل خاطر انك زادة تكون شوفير بروفيسيونيل في اوروبا ماهيش حاجة سهلة لازمك تكون منظم فما اوراق فما ديوانة فما سرعة فما معناها فما سيكوريتي فما برشا حكايات.
لازمك تحضر روحك لكل شيء خويا، وان شاء الله خويا الواحد يوصل اللي للنيفو هذاك، خاطر مش كيستيون انك تطلع ورا الفولون وتسوق وكا هاو، معناها خاطر فما حاجه، فما خبره، فما تكوين. انت تو خدمت في التاكسي اليوم نهارك الاول معايا في الكاميون، الفرق صراحه معناها انا معناها كاول نهار اليوم، واللي هو معناها بالنسبه لي انا بدا من اول ما شديت الثنيه انا واحمد، خاطر كان لازم نجوا لالمانيا باش نهزوا الكاميون، كان فما معناها مجموعه نتاع احاسيس اخرى ودنيا اخرى، انا وحدي ما نجمتش نفسرها. انا الصراحه ملي خذيت الكود 95 وعاودت كلمتك وقتها بحكم قعدنا كونتاكت وكذا، قلت لي ايجا هذه الحكايه معناها صارت الجمعه اللي فاتت، من الوقت هذاك كان يمكن في 48 ساعه يمكن رقدت 4 5 سوايع من الفرحه. تعرف انت كي تتعب اليوم بعد 10 سنين غربه من ايطاليا لالمانيا لبولندا، دور تجرب دخل بيبان تسال الناس كذا، تشوف روحك انك قربت للحلم نتاعك باش تتحقق، وبعد ذي الكل معناها تطلع في الكاميون مع الانسان اللي كيفك معناها مغروم واقدم منك في الدومين، وهو اللي زاد معناها شجعك في الحكاية ذي وسهل لك في ثنية، والفضل يرجع ليه بعد ربي سبحانه انك طلعت ورا الفولون اليوم، خاطر احمد الصراحة مش على خاطر هو بحذية ولا كذا، مي هو اصله معناها فورماتور، معناها كي مش ديريك تك حطينا الكارتة شد الفولون ومشينا ديمارة، هو خرج قصدنا ربي صباحة، مشينا شوية خزر لي كذا، حكينا عملنا قهوة كذا، قال لي تحال شوفي روحك حاضر تفضل ورا الفولون من الاول. لك الواحد داك معناها حاجه عاديه انه ستريس، معناها هذيك التراك هذيك حاجه عاديه على الاخر، مي زاد راهو الانسان اللي يكون بجنبك باش يعلمك وتتلانس معاه يخليك لازم يخليك تنجم تقدم معناها في حياتك، مش شكلي تتشوكه وتدخل بعضها وما عادش تفهم حد شيء، واحساس اخر، وواحد يقول الحمد لله اليوم معناها وصل للي حاجته بيه. انا معناها نحكي لكم من الاخر بعد 10 سنين غربه، انا نشوف في روحي اليوم معناها وين بديت الحلم نتاعي، وين بديت نخدم على روحي، وين شديت ثنيه باهيه، وين بديت في غرامي والحاجه اللي نحبها ونحب نكمل فيها معناها. باش هي انت قلت لنا تويكيه معناها تخدم خدمت معناها سائق اجره معناها تاكسي، نحبوا مثالش نبارطاجيو معناها الانفورماسيون المعلومه نتاعك الخبره التجربه نتاعك للعباد، فما عباد بكشي ما عندهمش بريمي معناها نتاع سومي ولا نتاع كارو، ويحبوا مثلا يخدم سائق اجره معناها سائق تاكسي مثلا في بولندا في وورسو، ناخذ التجربه نتاعك في العاصمه البولنديه وورسو، شنو بالضبط المتطلبات باش تخدم كسائق اجره، وانت بحسب خبرتك وفي الميدان اعطينا الفكره كيفاش التاكسي وشنو لازم، واسكو فما ليسونس فما اوراق فما حاجه لازمك تعمرها، شنو اسكو معناها لازم تحل باتين ده، اسكو تنجم تخدم تحت اجونس، اسكو معناها اعطينا فكره عامه على التاكسي، واعطينا زاد حاجه اخرى مقارنه، نسالك كنت نعطيك المجال تحكي، اعطينا مقارنه بالتاكسي، تاكسي وبالبولت وبالاوبر، وكيفاش معناها نعطيو معناها معلومه لاولاد بلادي اللي يحبوا مثلا يخدموا سائقين. الموضوع هو ماهوش معقد برشا، الموضوع سهل، مي كيما اي خدمه في اوروبا كي تبدا باش تخدم مثلا كسائق لازم يكون عندك البرمي نتاعك، ولازم يكون عندك اوراقك، لازمك تكون مقيم، على خاطر هذاك الشيء اللي الباب اللي انت اللي لازمك تدخل منه، خاطر كي تبدا ماكش مقيم ما عندكش اوراق وما عندكش البرمي نتاعك ما عندكش لي كاليفيكاسيون اللازمين ما تنجمش تخدم خدمه قانونيه. هذا الباب الاول. الباب الثاني بالنسبه انك باش تخدم شوفير تاكسي مثلا، نحكي على الكام تاعي انا في وارسو في بولندا، ماهيش صعيبه الحكايه، كيما تنجم تخدم انت تحت كوربوراسيون اللي هي مثلا شركه بولنديه كيما نخدم معاهم انا، تسمى الاي تاكسي، تنجموا تدخلوا على الانترنت تشوفوها. السوفي معناها كان عندي البرمي نتاعي اللي هو بولوني، وعندي اقامه نتاعي اللي هي بولونيه، معناها كونتاكتيتهم قالوا لي راهو لازمك تجيب سيرتيفيكا ميديكال وسيرتيفيكا بسيكولوجيك اللي انت معناها ما عندكش امراض لا عقليه ولا جسديه ولا كذا، ومن بعد تمشي تصب يعطوك اي دي خاصه اللي انت شوفير معناها في المدينه هذيك كيما مثلا اكزامبل تاع وارسو، ومن بعد تنجم كيما انت تخدم على الكوربوراسيون هذيا وياخذوا هما معاك مثلا بورسنتاج، كيما الكام تاعي انا كان ياخذ 18% مثلا، انا سيبوزون نعمل
100 اورو انا في النهار، هما ياخذوا منها 18% والباقي ليا انا. باه هنا فما دي ديتاي لازمنا نكونوا فاهمينها، فما يا اما تكون عندك رهبتك وحدك فهمتني وتنجم تكري الليسانس مع عند جماعة اللي هم تاع الكوربوراسيون، يا اما انت تمشي تحل شركة وحدك، هي حاجة سهلة ماهيش صعيبة. مي هذا كله راه زادك تكون مقيم في اطار القانون، ما تنجمش هذا كله تعمل وانت ماكش مقيم قانوني. نجم تحل شركة نتاعك تسمى جوال نوش الى هنا في بولندا، وتنجم تقدم على الليسانس يعطوك ليسانس الى هنا تتسمى نتاع التاكسي، وتلصق هذوك ماك النيميرو نتاع الليسانس نتاعك. فما فورماسيون تتعمل، فورماسيون اسكو فما فورماسيون تو في تونس، فما البرمي دو بلاس يتعمل له، فما معناه لازم يحفظ الولايات اللي سمحني يحفظ اسماء المدن ويعدي اكزاما كامل معناه في البرمي دو بلاس وفي الم... في ال... في نعرج الكره في البلديه ولا في المعتمديه، اما معناه اسامي الانهج واسامي الكياسات هذه معروفه في تونس، معناه فما برمي دو بلاس، فما رخصه نتاع تاكسي. حب نعرف انا في بولندا عندك تخدم انت كسائق، مش معناها صاحب شيء، مش صاحب معناها مش تحل باش تعمل رخصه فرديه، انت كي تخدم كسائق مؤجر تحت شركه، اسكو معناها لازمك تعمل معناها تكوين، فما 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 شهاده، فما ليسانس، فما شهاده كفاءه مهنيه، فما حاجه تاخذها، والا تنجم تخدم بلاش هذه الكفاءه المهنيه؟ هو بحكم انه الموضوع التطور ياسر في اوروبا، سيرتو بعد ما دخلت اوبر ايبولت، بدا فما كونكورنس في الموضوع، بدو لي كوربوراسيون تاع البلدان هذوكم اللي في اوروبا الاصليين، لي كوربوراسيون الاصليين تاع التاكسيات يحبوا يسهلوا الموضوع على الشوفير باش هما يربحوها. الشوفير هذاك ما يمشيش الاوبر بولت، مين جا اليوم هما لي كوربوراسيون هذيك. الور كو قبل كانت فما اكزامان تاع توبوغرافي، لازمك تكون تعرف لونهج وكذا والخرائط وكذا، مي توا ما عادش توا معناها مي مازال فما دي كوربوراسيون اللي فيهم الموضوع هذا. معناها سامحني انا حاب نقصر حديد، معناها انا حسب ما فهمت انت وانت والكوربوراسيون، انت ولا انت وانت والاجنس اللي تخدم فيك، فما اجنس تقبل عليك تطلب عليك تكون عندك الشهاده الكفاءه المهنيه اللي هي معناها اكزامان يتعمل، وفما اللي يقبلوش ما يقبلوش. لكن انا نحب نعرف هكاك معناها هكاك صحيح كلامي، ونحب نعرف انا اسكو الدوله تفرض ولا ماهيش فارضه الدوله؟ هي الدوله ماهيش فارضه الموضوع هذا، جست انت كي تمشي للكوربوراسيون اللي باش تخدم معاها تقول مثلا انا عندي البريمي، عندي الاقامه، عندي سيرتيفيكا ميديكو نتاعي، نحب نخدم معاكم، شنو هي لازمني؟ كيما مثلا الكام تاع اي تاكسي اللي خدمت فيها انا، كنت فما معناها جيست اون بتيت فورماسيون على الابليكاسيون اللي خدموا فيها، اللي نخدموا عليها هما، معناها الاي تاكسي الابليكاسيون هذيك خاطرها بالبولونيه، فما حاجه لازمك تكون فاهمها انت باش انت تعرف تتعامل مع الكليون نتاعك. حاجه اخرى معناها باش تخدم في الكوربوراسيون اللي هي نتاع البلاد هذيك، راهي اللونج حاجه مهمه على الاخر، خاطر معناها انت باش يطلعوا معاك جوسكا مثلا 90% ولاد البلاد هذوك، معناها مش كل شيء معناها راه في الابليكاسيون كيما لادريس كيما كذا، لازمك تطلب الكليون تشوف وين يحكي معاك، هو حاجته بحاجه باش تهبطوا باش ترجعوا باش كذا، لازم تكون زاد فاهم اللغه. واللي معناها راهو اللي انا ننصح العباد الكل انه معناها راهي جوجل راهو حاجه عظيمه ياسر، والإيميل زادة حاجة عظيمة ياسر. الإنسان مش معناها راو صحيح يسأل معناها إنسان كيف وكذا، مي راو زادة حتى المعلومة في الإنترنت موجودة. واضح واضح خويا، إن شاء الله معرفة طيبة، وإن شاء الله لهنا من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله معناها بعد شهرين ثلاثة شهور معناها تولي تحس روحك معناها سيد كونت، تولي تسوق الكاميون وحدك وتقصد ربي وحدك لهنا، وإن شاء الله تكون معناها زميل، معناها نتشرف بيك في الشركة لنا. يعطيك الصحة، ويعطيك الصحة كي وصلت المعلومة للزملاء، بارك الله فيك. إن شاء الله العباد الكل كي معناها ربي سهل لها وتحقق الحلم بتاعها، سواء في تونس ولا في الخليج ولا خارج تونس ولا في أوروبا ولا في أي بلاد. يعطيك الصحة مرة أخرى، أنا مساج نوصله للعباد راهو انا الانسان معناها انا الصفحه هذه عاملها للمغرومين والغرام، وكيف كيف زاد ديما معناها نمد يد المساعده بقلبي وربي، فما حتى مشكل ليه معناها الانسان اذا كان انسان يكون موجود على عين المكان كيفك انت مقيم في بولندا، عنده البرمي وعنده الكود 95 عنده الفيمو وعنده كل شيء، باش يقصدني هو باش يلوج على خدمه ولا يحب على خدمه، فما حتى مشكل ليه. انا معناها نحاول معناها ديما نتصرف له في خدمه، كسوا في الشركه بتاعي ولا كسوا في شركه نعرفها في بولندا. ان شاء الله يكون الفيديو افادكم، ان شاء الله تكون وصلت المعلومه. السلام عليكم، نتقابلوا في فيديو واحد اخر. Thank you.